محصول فلاحي جيد يستبشر به فلاح ولاية المسيلة نتيجة سياسة الدعم المعتمدة من طرف الدولة والمرافقة الميدانية الفلاح. احنا راه انطلقنا في العملية نتاع الحصاد والحمد لله سنراها دعمتنا الدولة بالبذور والأسمدة والكهرباء الفلاحية، وخلات هذيك الكهرباء الفلاحية اللي خلاتنا سنا نخدموا يعني منتوج كبير، ورانا انطلقنا فيه باه نحولوه للمؤسسة والحمد لله الظروف راهي مليحة. قدرت الجزائر تحقق نتائج إيجابية ميدانية بعد برامج متعددة، وعلى أهمها برامج الدعم الفلاحي، ثروة حيوانية، إنتاج نباتي، إنتاج حبوب خاصة على رأس المحاصيل الاستراتيجية. وضمن الاستراتيجيات المتبعة من طرف الدولة تستمر عملية الإحصاء الفلاحي في ولاية المسيلة والتي تعرف وتيرة تقدم جيدة. كان في تجاوب كبير بحيث نسب العمل الميداني جد متقدمة، يعني ممتازة جدا مقارنة بالعدد الأعوان والإمكانيات والظروف الفصلية، وهذا ما سمح كذلك بتواجد الفلاحين على مستوى المزارع تاعهم، أنه هذه العملية تزامنت مع كثير من العمليات الزراعية وعلى رأسها عملية الحصاد، لأغلب الفلاحين يكونوا متواجدين في المزارع تاعهم. آليات عمل ناجعة تساهم في تطوير قطاع الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي والتقليل من فاتورة الاستيراد.